السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في كويزين الكوبل. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم كونفيتور دو فريز او بيان مربى ديال الفراوله بدون مواد حافظه كيخرج كميه جد مناسبه واقتصادي في نفس الوقت مقارنه مع هذاك اللي كناخذوه على برا. فخليكم معنا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات عندنا 2 كيلو ديال الفريز، عصير ديال 2 حامضات، وكيلو ديال السكر سنيده. فريز كنقسموا على جوج، بغيت تخليو هكاك صايل ماشي مشكل، وكنزيدوا عليه سكر سنيده. بالنسبه لهاد المقادير فكل كيلو ديال الفريز كيهز نص كيلو ديال السكر سنيده وحامضه واحده معصوره. كنحاولوا نحركوه شويه حيت عندي انا هاد الجميله شويه صغيره، فكان باش داك السكر سنيده يهبط لتحت فكنحركو واحد شويه. وكنزيدو عليه العصير ديال 2 حامضات. كنغطيوه وكنخليوه ليله كامله في الثلاجه. بعد ما خليناه ليله كامله وهداك الفخيز طلق الماء ديالو، خاص الفخيز يطلق الماء ديالو ويتفاعل مع سنيده باش يعطينا هاد الشكل هذا ويخرج لنا هاد لو سيغو. انا غادي نوريه لكم عن قرب كيف ما كتشوفوا. شعلوا عليه، كيف ما كتشوفوا هو بدا كيغلى. حاجه مهمه اللي بغيت نقول هو ان العافيه خصها تكون مهيله بحال غادي تطفي، خصها تكون مهيله بزاف والتحريك المستمر. خصكم تبقاو تحركوا، ما خصكمش توقفوا على التحرك ديالو. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، ما كتشوفوا راه الكونفيتور ديالنا بدا كيغلي. وكنستمروا في التحريك وفي هذه المرحله نردوا البال مزيان حيتاش راه هذا التاوة هادي راها سخونة بزاف، انا ما قدرش نشدها بيدي صراحة، وراه كيكون سخون حتىو مزيان وجهكم ويديكم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الكونفيتور ديالنا صافي طاب، كنطفيو عليه العافيه وكنحركو باش نتاكدوا بان الجناب ما لاصقينش. كيف ما كتشوفوا كيبقى فحال هكا. كنجيبو طبسيل، انا غادي نوريه لكم كيفاش كيجي وهو سخون. نجيبو طبسيل وغندير فيه شويه باش تشوفوا كيفاش خصكم تخليو، حيتاش من بعد مازال غيزيد يعقد، مازال مني غيبرد، مازال دابا راه سخون وغتبقى شاده فيه سخونيه على شحال، مازال يبرد ومازال يزيد يعقد. النتيجه النهائيه ديال الكونفيتور من بعد ما برد ودرناه في القرعيه، فالقرعيه كنكونوا ديجا معقمينهم وكيعطينا ثلاثه ديال القرعيه عامرين. صراحه هو جد جد اقتصادي، وانا ديما كنديرو فاش كيبدا الفخيز كيبدا يرخص. الوغ كيف ما كتشوفوا فهو كيخرج فحال هكا، هذا راه باقي ما بردش في الثلاجه. فاش غيبرد في الثلاجه غيزيد يعقد وغيزيد يزيان وغيولي كونفيتور فحال هذاك ديال برا. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وكنتمنى انكم تشاركوا معنا وتدعمونا في لاشين ديالنا، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم.